مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبد الله، رعى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنبات حفل تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبد الله للتميز الأكاديمي لطلاب الشهادة الثانوية البريطانية لعام 2016. حاليا موجودين احنا حوالي باكثر من 55 مدرسه. طبعا هذا كلياته نظرا للجهود اللي بحطها جميع الاطراف اللي لهم علاقه بهذا البرنامج سواء محليه او دوليه. وهذا الايفنت هذه او هذا الحدث الفعاليه اليوم واحده من الطرق اللي احنا بنحاول نكرم فيها طلابنا ونحاول نعطيهم شيء، نرد لهم شيء من مجهودهم الكبير اللي بذلوه خلال السنوات اللي فاتت وقدروا يحصلوا هذه العلامات العالية سواء محليا أو دوليا. تأسست الجوائز بدعم من جلالة الملكة رانيا العبد الله التي تحرص دائما على تكريم التميز الأكاديمي. البرنامج المدرسي البريطاني من أقدم البرامج المدرسية وأكثرها رسوخا، وقد بدأ تدريس هذا البرنامج في الأردن منذ العام 1960. البرنامج البريطاني هو أحد البرامج التي بيطبقها المجلس الثقافي البريطاني في الأردن ضمن منظومته التي تهدف إلى إثراء الخبرة التعليمية للطلاب داخل المدارس. هو برنامج بيتيح للطلاب أنه بتنويع التحصيل الدراسي تبعهم من خلال تنوع كبير وعدد كبير من المساقات والمواد والمواضيع اللي بيقدروا يدرسوها من خلال هذا البرنامج. وحضر الاحتفال حشد من أهالي الطلاب والمكرمين وجمهور من المدعوين. أيمن الحمود، رؤيا.